حصل لي الشرف انني نكون منسق ديال واحد طاوله مستديره على موضوع اللي عنده اهميه بالغه، موضوع الموارد البشريه في قطاع الصحه. دونك الهدف من هذا الحدث هو فتح نقاش على ركيزه من ركائز ديال اصلاح قطاع الصحه اللي شار لها جلاله الملك في النقطه التاليه. في النقطه الثالثه ديال الاصلاح، وهي تثمين الدور ديال الموارد البشريه من اجل انشاء هذا الورش الضخم والكبير اللي هو اصلاح قطاع الصحه. دونك استدعينا مجموعه ديال الخبراء في تخصصات مختلفه، ولكن كلهم كيقتسموا الهم ديال انجاح هذا الورش، وبالتالي كان الهدف اننا نناقشوا الاهميه ديال لا فالوريزاسيون ديال لي ريسورس جيمين، وبالخصوص اننا نحاولوا نبحثوا على شنو هما المؤهلات اللي خاص توفر في الموارد البشريه من اجل انجاح هذا الورش. هذا اليوم كان نقاش مهم اللي شمل في جميع الجوانب ديالو الموارد البشريه، الواقع ديال الموارد البشريه في المغرب في قطاع الصحه والافاق ديالها، وكذلك يعني تكلمنا على واحد المجموعه ديال الحلول من اجل التحسين من جوده الخدمات ديال الموارد البشريه، وكذلك كيفيه الرقي بالتكوين حتى اننا نوصلوا للاهداف اللي هي 32000 طبيب كخصائص، وكذلك 65000 ممرض. وهذا المطار غادي يكون عبر يعني التكوين ديال الاطباء والتكوين ديال الممرضين. في هذا الباب الجهه ديالنا ديال الخليفه عرفت ان شاء الله يعني تعرف بدايه كل يوم طبي في السنه الدراسيه الجامعيه المقبله ان شاء الله. المعهد العالي للمهن التقليديه وتقنيه الصحه كذلك رفعنا العدد ديال الطلبه اللي تكون عنده، وهذه كلها يعني امكانيات اللي كتبشر بالخير اننا ان شاء الله في قطاع الصحه غادي نعرف واحد الطفره جد مهمه من اجل يعني تسديد الخصائص ديال الموارد البشريه، وهذا كله من اجل يعني واحد العرض صحي جيد وممتاز لفائده جميع المواطن، وتلبية كذلك للتعليمات السامية ديال السيستم لابريتيو اللي كتدخل في اطار يعني هذا الرفوت ديال السيستم. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.